Ooh! Nice! السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، واليوم معي ريان ابو سمز. جايب اتحدى اليوم، طبعا الماب سهل بس اتحدى الزبده اقل موتات. هاي الزبده اوكي مو بالمراحل، اي مو بالمراحل، سالفه اني اوصل قبل لك ما لا دخل. اقل موتات، فاقل موتات هو الفايز، وبتحداك على 30,000 في بوكس. اوكي يعني انت ما شريت شيء من سيزون جديد صح؟ بخليك تتنقل كذا. شريت الباس بس ما كملته، يعني 30,000 اخلص لين اخر شيء. عز الطلب. لا تخوفني طيب. بخوف انا ديك مره بتحديك على الباس كامل. ها ستورم بدا يا ولد. كات يا مخرج والله كله بد. الاحمر اقرا. دخلت هنا ايش مكتوب؟ زرت خط اللي يجيك لون احمر، زرت خط. يلا اوكي مرحله رقم واحد. بسم الله نقل. لا اصبر. قلنا سكور كارد او 6-1. حلو هذا اللي عندك انت. او زي بعض توني بقول اتوقع انك اوكي. بغيت امود ما ادري ليش. لا والله نفس الشيء. اوكي اوه وش ذا؟ ما ادري. ها اصبر اقرا هناك مكتوب المرحله رقم 5. اكتب هناك 5. وات وين نطلق؟ اوه انحب. نايس والله اني طلقت عشوائي والله. دقيقه ترى يا شباب هذه 50 مرحله، احنا الحين خلصنا 5 مراحل. اوكي يب انا ليش ما قلت 50 مرحله كلها سهله؟ على كلام 90% منها سهله. طيب ليش تمشي الطيب؟ واو اوكي مت. ما مت، ما مداني نقول ولا موت يا ريال. وين اروح؟ مدري. اوه فهمت 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 فهمت. اوكي انا ما فهمت والله. خلينا نروح انت بعدين انا بشوف. يعني بعلمك يعني ما بعلمك. اوكي تغش ها؟ نظامك كذا نظامك. لا لا وش ذي؟ واو شلون انت توصل ما اوصل؟ الحقيقة وين اروح الحين؟ والله حرام صديق ايش في؟ والله العظيم ما ادري وين اروح، حرفيا ما ادري وين اروح. انا لو اوصل بس اعلمك. رايح معطي وضعية اللي اوه خلني اوصل. اخيرا طيب هنا. في هواية. اوه وش اللي وداني؟ في شيء بنفسجي انتبه. اوكي. طيب في جرابلر ذي شلون؟ شوف القهر انه ما في تشيك بوينت. فا. الهواية اللي تحت توني اشوفها. اوكي يا اخي اوكي المفروض ان نوصل للجرابلر ولا اوكي تويتها بس هل اكمل الا جرابلر تاخذها من اليسار بس توقف على البلوكه نفسها والله العظيم جبت العيد انا اوك تشيك بوينت هنا في الاخضر اصلا طيب ناخذ هذه طيب هل اني اروح لها كذا اوه اوكي الو مرحلة رقم 10 او ماي جاد اوكي تشيك بوينت تكفى كم قرب لها اوكي اوه زحلقة 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 بسم الله نايس اوكي بصر هواية الو او ماي جاد جبتها اوكي جاي بسم الله اوكي انا ما ادري كم لعبت المرحلة اصلا الله افتح سكور كارد ها راح انا 7 طالع القم يا رب يموت حاول تاخذ التشيك بوينت في كل مرحله طيب 360 ايزي 360 شيء ميت روح اصبر هذه تخبط المرحله 9 روح طالع عندك انت 5 انا 9 5 اي زي 9 5 بس انت 9 اخيرا شكل مضبط شكل مضبط الله هذه شلون طيب تسقف راس الله بليس انا سويت اول واحده بعدين بت اوكي 64 بت اوكي شو سويت انت؟ ايزي ناط مبكر ايه اقول لك انه ترى عندك سكيب يعني ايش اقول؟ تدل لا ما كم موتات؟ 8 هذه اوكي والله اني بغيت اموت اوكي بسم الله لا شوف كل واحد له سكيب واحد يقدر يسويه انا اخر تجربه ما جت الحين قهر قفط الحرق حقتي ني استخدم سكيب انا حتى بسكيب مت فشلتنا يا الله 10-2 يب روح خيره زينوها شكلها شوف سلوم تبي الصد انا بالبركه والله بالبركه انا معك مع البركه والله حرام عشان اقول سلوم كنا نسوي سكيب وما نحسب البعض والله والله ترى كل واحد له ثلاث سكبات
اوكي يعني انت الحين استخدمت ثنتين وانا واحده لا ولا اقول لك استخدمت ثنتين وانت واحده انا 10 انت 5 اوكي يلا اتوقع زحلق وش دي مرحله ايزي وش دي المرحله طيب الحين اروح انا ولا وش اكمل 5 10 روح اروح انت 10 انا 5 الو كنك تحمست شوي الغالي الكذب الكذب حبله قصير انا طالع لي صفر اوه طالع لي 10 والله الحين وين اروح اتوقع تكملها يب لا 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 اصلا في مراوح في مراوح مراوح وش المراوح المخفية ليش كذا ايزي كمان عندك كمان عندك واحد اوه اوكي ايزي والله حرام اسحب نوم ما يهم من الاول من الثاني 9 7 6 طب انا 9 انا 7 وانت 3 ايش اللي طيب كذاب احيانا تضبط احيانا والله العظيم عندي 9 والله بغيت اموت بغيت اموت الو 4 5 روح انت 5 انا 4 وانت 5 بس اني راح اقفلك انا طالع انا 4 انت 4 وانا 3 يا اخي الشكل رهيب مع السلامه ريان والله يا اخي الماب صدق صدق خلينا ننصف الماب والله شكله رهيب صراحه شكله والله رهيب وفي مراحل يعني شكله جديد شوي في ناس يعني بسرعه يمشون الله يعطيهم العافيه هذه لازم امشي قبل ما تجي ما بدي اتكلم شفت او زومبي اوكي شلون تذبح الزومبي عشان تروح اوكي والله حلوه الفكره ليه انا خرجت يا رجال طلع في وجهي اوكي امشي طيب امشي طيب امشي لا اقول بك ها امشي امشي في فخ صدقني شوف هذا البكا نط 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 ما مشيت نطة بس كذا ما مشي يا رجال انا كنت برقص قاعد اي انا رقصت وفتحت هذه اصلا فهمت؟ ثمانية سبعة انت روح ثلاثة اثنين بس يلا روح هذا يا رب يووو كفو حلو صدف الحمير الجانب ايش دعوة؟ ايش دعوة؟ دقيقة هنا في بومكن اتوقع في لا لا تستوت حريات مرحلة 25 اوه هذا انا بروح ولا انت؟ راح انت راح انت اوكي يا رب ما اموت ما ادري شلون بموت بس يا رب ما اموت افخخ والله ايزي اوكي نايس اوكي اوكي ها ها بسرعة خمسة خمسة ثمانية روح 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 يا رب يطيح شوف الزرع كيف يتحرك والله سريع ايش فيه؟ بمزح بعد فيه بمكن ثاني اوكي اوكي بتصير اسهل بالممكن اتوقع شوف شوف بسم الله واحد من اسهل بالممكن بسم الله واحد بعد يا الله ما في فائدة ليه؟ اوكي انا اوفر جمب اسوي اوفر جمب والله مرة صغير اذا وصلت الاولى البومكن تكبر ايش فيه؟ ليش ليش تتزحلق انا ليه؟ كل شيء الا الباركور اللي زي كذا يقهر والله انه يزحلق والله لا اسوي سكيب اقسم بالله لا اسوي سكيب يزحلق يمين يسار بسم الله نطيح بس اهم شيء اوكي غلط ايزي يلا روح والله العظيم غش كل شوي تروح انت ما تفرق ما تفرق يا اخوي لا تفرق وش يفرق؟ والله يشوف مرحلة 30 5 4 اخيرا يلا اوكي هنا سكيب ترمية طيحات في النص بالله عليك بس يا رب يا رب يا رب ايزي ايش فيك رقت فوق انت؟ ما ادري روح سكنك يقهر يا اخي لا انت 9 وانا 7 يلا بروح انا اوكي اهلين سرعة اهلين ايزي مرحلة ايزي 8 7 لا يو ضغط سبيس بس اني ما ضغط الضغط الاولى اوكي والله قاعد اموت ذي والله 4 9 روح والله الاشكال رهيبه يا اخي لاحظ ذي البنفسجيه اوه لازم ناخذ عزم بعدين هو يو العزم من هناك من هناك اي واخذ لك لفه كامله دور او ما يحتاج اي زين 2 1 اوكي اوكي شو وصلت انا؟ ابغى باللون ممكن كم؟ كم؟ 10 اقطع شكلك روح 10 اوكي يب شوف الشكل هنا يا اخي رهيب مو عندي اثنين اي الاشكال اللي يسويها والله رهيبه صراحه بسم الله بسم الله بسم الله اسهم ومربعات واشكال هندسيه لا تشيل لا تشيل هذا اوكي اتوقع يعني اتوقع ان الحمراء اللي على اليمين هذا وش هي؟ المفروض ما سويت البلوره المفروض نروح هنا صح؟ ما يمديك تروح هنا بعيد مره بعد الظاهر ركض بعدين تجي والله ما ادري تعال تعال بالبلوره تعال ما فيها سبيد ما فيها سبيد سبيد خلاص يب وبعدين ويي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 ي
شكل هذا. عرفت وش اللي تو لو جرافيتي المفروض انه يمدينا نروح من جد. اوه جيب في ام العيد. 7 7 ثانية اوكي 9 6 هذا وش هي؟ هذه يمدينا نوصل لها؟ وخر
يا ساتر. لا لا لا, لا ما ما تجي ما تجي وراي. ما تجي وراي. عشرة طلع لي عشرة اوكي؟ عشرة عشان ما تقول ريان ايش في؟ الله يشوف يعني. ترى عندك سكبين يعني. لا مشكلة، لا هذه بوفرها. بوفرها بجيب. اصلا ما فيها سكب. طلع لي عشرة، كم طلع لك؟ اثنين. يب. اصبر خلينا ندرسها شوي. واحد اثنين ثلاثة، واحد واحد اثنين ثلاثة. ايزي. فشلنا ريان. قاعد يضحك علي على النقاط اللي قبل شوي حقت ممكن صعبه جدا صعبه، لكن ايزي ريان. اسوي الصعب وخلي السهل لك. كل ما بسهل اصلا. او في موارد. اوه تدفع تعال ادفع. تدفع وش؟ تسعه بناء جسر. العب. حلو الفكره. اوكي اعطي خشب اللي معك. طيب فلوس حقنا رجع. خشب حقنا رجع. والله صبر. حاط هنا شجره راح تكسر عشان تجمع خشب. والله حلوه الفكره بعد، بس هذه احس انها ما تخرب الشكل، فهمت؟ يب ديزاين. اوكي وصلنا. اوكي هذه لعبتي. شوف 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 كيف يموت. يوه شكلك انك تخشي والله ديب. وي طيب 10 10 10 صديق 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 10 10 صديق. لا والله افلك كانوا ليش ايش فيه؟ ايش المهاره؟ 10 انت مش جديد. صفر انت. انا افلق راسه ذا بايش ما ادري. كنت بسحبك عشان اسرع. انت 10 خلاص هنا 10. اوكي هذا وش هي؟ يقول سيد بناء الطريق. اوكي هنا. اوه اوكي 10. اوكي دن. ايه ميم مستوى مستوى خلاص. خدتك بوينت خدتك بوينت. ايش هو راح عنك ما ابغاك تبثرني فيه. ترى اللي قبل شوي طلع لك 10 بس اني مشيت اصلا عادي. طيب هذه بدون استدان. اي مرحله 45 خمس مراحل بس. ليتني ما استعجلت، ليتني خليتك لحالك. والله شوف ايش خلنا نشوف تحرياتك. جمبينج. طيب وين اروح انا؟ انت ما ادري يمكن كذا. ايوه شوف هنا ون بلوك جامب. اوكي لا والله سكيت. اوه اوكي اوكي ون بلوك جامب. ون بلوك جامب عادي. Yes. اوكي بسم الله. اوكي يا رب. الله ثمانية بس المباني. انت كم؟ ثلاثة. اوكي في ادت يمديك ذا تدخل ادت. لا ما في. اوه خلوك اعتمد عليك تكسر. حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا ايوه روح تكفى بدون تكسير. لا لا كسر 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 ما يمشي. ايش فيه؟ غشاش ريان غشاش. الله غشاش. ايزي تسعة. شوف هذه طيب تسعة. طيب عشرة ثلاثة. يلا روح روح. لازم تقول انت غشاش. لا هذا شلون انت نطيت على الاولى ولا الثانيه ولا ايش؟ هذه والله درعمت ووصلني. درعمتي مين؟ ازحف ازحف اوريك. ازحف 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 لا تبلك. جيشه ايزي. اوكي ايزي نط نطه. اوكي حلو ايزي. بعدين ابخاك لعبتي. ايوه ابغاك تموت. مرحلة 50 ثلاثة 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 صفر صفر. يلا والله طلع لي تسعة واربعة واحد. انا عشرة. اربعة واحد والله اربعة واحد. مشيت والله لروح. امه امشي فوقها. ليتني ما راح امشي فوقها. هذا شلون؟ رجعني ورا. لا رجعني عند افخاخ. الله ياخذ ابو شكله. ومشيت مدرع ما بسم الله والله قاعد ارجع. واحد. اوكي ريان ايش فيه؟ فختر والله انه فخ. سوي حركه الاستعجال. شو هذا حركه الاستعجال؟ هذا اللي كنت تسوي. طيب دقيق هنا ورا يعني. لا والله زحلقني اقسم بالله زحلقني. شوف الماب الماب كشكل وكلبلات والله العظيم انه رهيب. اي والله صراحه ديزاين رهيب. ولبلات يعني مو كلها منسوخه، لا في بعضها حلوه وجديده. طيب هذه مرحله 50. يب تسمح لي امشي؟ أي. لانك فليتها شوي. فرق اربع موتات. يا رب يا رب روح روح يلا. اوه وصلت 36 انت. اصلا عادي الحين ان شاء الله تموت باذن الله. يا ساتر يا رب يا رب يا رب. اوكي وين اروح انا؟ ها؟ طيب انا اروح. يا ساتر موت. يا رب موت. يا ساتر. اوكي انا ما ادري ايش صاير في الماب بس والله جي جي من جد. ايش قاعد تصير؟ والله العظيم رهيب يا اخي الشكل. تعال شوف تعال شوف في مفاجاه يعني. انا ما ادري ايش قاعد تصير. شوف حاول انك تلمس البلوك اللي فوق اتوقع شيء زي كذا. اوكي الحمد لله على السلامه. اوه
شوف الفرق، شوف الفرق كم؟ خمسة، فرق خمسة. استغفر في مود، مع اني علقت في هذيك بس الحمد لله اني سويت سكيب. هو مسوي انا اللي ما اسوي سكيبات. بلع 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 بلع. بعد سلام او سيمز خشب. شكرا يا نجنج على الماب، صراحة رهيب الماب، خفيف لطيف وجميل. الا الممكن هذا لا صيدك فيه. والله لا صيدك فيه، والله انه يكهر. والله شكرا يا اخي، يعني كلرفل يا اخي، الكلرفل جامد يعني. يب الالوان تعطي شكل خرافي، فوق كذا اشكال هندسيه حاطه في الماب كذا. عموما اسم قناته في اليوتيوب نجنج، وشكرا لكم على المشاهده، وان شاء الله استمتعتوا بالماب. صراحه الماب جدا رهيب، صح انه ما طولنا فيه مره، يعني حوالي 23 دقيقه، لكن 50 ليفل كانت رهيبه صراحه. فيعطيكم العافيه على كل شيء، ولا تنسوا كود شوف بي اس ال، والله يسعدكم. اشتركوا في القناه كنتم مشتركين، فعلوا زر التنبيهات. قناه ريان في الديسكربشن، كود الماب في الديسكربشن اللي يبغى يلعبه. يعطيكم العافيه على كل شيء، نشوفكم على خير. سلام.